بتقول ان الجسم الانثوي هو لوحه بروح فنيه، انا ارسم خطوط، انا ارسم تخيلات. اسلوبها في تحقيق الاحلام هو الابداع. مفيش حدود فيما يتعلق بالاقمشه او الالوان او الستايل. معانا النهارده مصممه الازياء ساره حجازي. اهلا بيكي. اهلا بيكي ساره. احنا عارفين انك اصلا مهندسه اتصالات. منين جا تصميم الازياء؟ ايه النقله دي؟ كلميني عنها. هي موجوده من الاول، عارفه لما الواحد يبقى عنده كده حاجه موهبه مش حاسس بيها وتصادف حاجات في حياته تقول له لا انت ايه ده، لا انت ده طريقك. يعني انا اشتغلت مهندسه اتصالات فعلا مع ما اتخرجت فتره، وبعدين حصل ظروف نقلت حياتي مكان تاني غير مصر، يعني الكويت، وكنت بدور على شغل، وبعدين ما عرفتش اتوفق في هندسه، دورت في الديزايننج عشان انا بحب الموضوع ده، وكنت عامله فستان فرحي لوحدي وعملت الناس قبلي. فقدمت لقيت الاتيليه كبير قوي كان عايزني وعايز يشغلني معاهم، الديزاينر اللي هي الاسيستنت يعني الديزاينر نيم بتاعت البراند. ومن اول الانترفيو وكل اللي كنت مقدمه له هم 3 ديزاينز بس كنت عاملاهم، يعني كنتش دارسه اصلا الموضوع. انا كنت احب ارسم. سالت دلوقتي الاول انك ترسمي السكتش بتاع التصميم ولا كنت بترسميه وبتحاولي تنفذيه كمان؟ برسمه وبحاول انفذه، يعني من تقريبا 97 او 96 كنت ابتديت انفذ الرسومات مع حتى نفس التيم اللي شغاله معايا دلوقتي. فالفتره ديت كلها بقيت خلاص عارفه ازاي انفذ. طبعا هو انا كان مش طبيعي ان انت تتعلمي ازاي تنفذي دوت، انت رحتي درستي ده؟ لا، اتعودت بقى عليه العشر سنين اللي هم من 97 لحد 2007، اللي هو بتنفذي حاجات بتيجي على بالك عايزه تعمليها ترسميها الاول وتعرفي ازاي في الورشه ان احنا ناخد الرسمه للباترون للتنفيذ، القماش ايه اللي بينفع، في قماشات طبعا جربت فيها ورميتها، في قماشات ما بتنفعش، تكنيكات، يعني الخبره بقى هي اللي اشتغلت. التجربه والخطا. بالظبط بالظبط. فخدت اللاين وابتديت بقى ادرس من يعني زي ما تقولي زي دراسه جدوى بقى، درست هعمل ايه، هعمل براند ولا هشتغل عند حد، ولا طب لازم اتعلم التلوين، لازم اتعلم الرسم، لازم يعني الكلام ده بقى لحد 2009. بالظبط. في ايه بقى شهادات؟ كورسات كانت تبع كليه لندن كوليدج اوف فاشن من لندن، وكانت كورسات كمان مكثفه في دبي بتتعمل سنويا، يعني خدت معاهم 3 كورسز، وخدت في دبي برضو كورس فاشن ديزاين ده على مدى 3 شهور بنتعلم فيه الاساسيات بتاعه الرسم والالستريشن وازاي ان انا اطلع الموديل مرسوم وبعدين اعرف بعد كده ايه الخامات اللي ممكن اوجهها عليه. طبعا دوت كان يعني زي ما تقولي الخبره اللي انا واخداها بتخليكي تاخدي السنس بقى، خلاص انت بقيتي دلوقتي عارفه الاساسيات وعملتي شويه خبره كده في حياتك تفهمي منها، فخلاص انت بقيتي دلوقتي جاهزه على البدايه يعني. بس ومن 2009 بقى ابتدينا البراند بقى. سارة الاول مبروك طبعا، احنا عارفين ان انت فزتي بالمركز الثاني في اسبوع موتر باريس. طبعا هنتكلم عن الجائزه دي وعن بس الاول انا عايزه المشوار بقى بدا من امتى؟ من 2009 دخلت بعد الكورسات اللي خدتها دخلت مسابقات بقى في دبي. البدايه كانت في دبي. بالظبط بالظبط. الموضوع ابتدى في دبي والشوط بتاع العبايات. الشوط بتاع العبايات بالظبط. تحكي لنا عن ده، ده عمل ضجه جامده. ده كان اصلا مسابقه عرفت منها في وقت الكورس يعني قالوا لي عليها فقدمت فيها، وكانوا بيختاروا 6 من 30 مصمم متقدم يعني يدخلوا مع المصممين الكبار في ان هم يبقوا مواهب جديده. هي الفكره ان انا ما اتخدتش ان انا موهبه جديده، عجبهم الحاجه جدا لدرجه ان هم كانوا بيتكلموا عني ان انا بادئه من زمان وليا لاين وشغال وكده، لان استخدمت شويه تكنيك مختلف عن التكنيكات اللي كانت نازله في وقتها في العبايات. فمن يومها بقى انت اتشهرتي اصلا في دبي. بالظبط. بعد كده النقله كايرو فاشن فيستيفال الفيرست اديشن كان بعدها بسنتين بقى لما يعني كنت بحاول بقى يعني اجي مصر شويه، انا الورشه برده موجوده في مصر وكل حاجه وليا ناس فريلانسر في دبي بشتغل معاهم برده على حسب الكلاينتس يعني او الاوردرز، بس قلت لا يعني طب ما انا معروف يعني انا مصريه ولازم الواحد يجي برده من مصر كده يعني ينقل الستارت بوينت بتاعته برده هنا، يعني دبي انا موجوده وكل حاجه بس لازم برده الناس تعرفني في مصر زي ما الناس عارفاني في دبي يعني. فعملنا كايرو فاشن فيستيفال في 2012 كان اول اديشن، ودخلت معاهم سبونسر لان انا صراحه كنت شايفه ان
حلو قوي لما يكون في فاشن شو يتعمل لاول مره للديزاينرز الصغيرين، وانا اتعامل معايا كده في دبي. يعني انا اتشجعت في دبي بالشكل ده، كان مسابقات طبعا بيبقى ليها سبونسرز بيرفعونا وبيعلنوا عننا وكده، فده كان سبب دخولي معاهم سبونسر صراحه، ان عايزه الفكره تبقى ليها مغزى، ان يبقى في ديزاينرز جداد ويطلعوا على الساحه. والحمد لله كان طبعا على حسب، كان هو اول اديشن، لا الحمد لله كان كويس. ومن بعدها شاركتي معاهم في السكند اديشن كمان؟ بالظبط اه، بس كان بينهم كان في لندن فاشن ويك. احنا رحنا في 2013، قدمت في لندن فاشن ويك ورحت عرضت هناك، اعتبر يعني الحمد لله اول مصريه اروح. فكانت اولا لندن جميله اساسا، بلد كلاسيكي قوي وحلوه قوي، غير كده كمان الاستقبال بتاع المواهب هناك مختلف خالص عن ما احنا بنشوف هنا شويه. يعني المعتاد ان انت بتسمعي هنا عن بره ان الديزاينرز الكبار قوي اللي عندهم، لا هم هناك الناس اللي بتحضر الفاشن شوز بيبقوا مهتمين يحضروا المواهب الجديده جدا، وخصوصا لو جايه من بره لندن، لان بيحبوا يتعرفوا على اللون الجديد، بيشوفوا زي ما تقولي متخيلين ان مثلا لو راحوا لديزاينر من المغرب هيشوفوا روح من المغرب، فبيدوروا على الثقافات المختلفه. عشان كده انت مصممه يبان طبع ليكي الكاتشب بتاعتك في الازياء بتاعتك. بالظبط. الكولكشن بتاعت كليوباترا طبعا اللي عامله شغل هي عملت شغل جامد قوي. بصي انا معتاده في الشغل بتاعي الطريقه بتاعتي ان انا باخد دايما ايكون او حاجه ليها رنه في الودان يبقى هو عنوان الكولكشن. يعني زي اول كولكشن كان الفلاورز كولكشن. عايزين نتكلم عن الفلاور كولكشن دي. الفكره اميزنج فعلا، يعني يا ريت تحكيها اكتر. يعني هي كانت بدايه الكاتير بقى، يعني انا كنت بعد العبايات، انا اصلا هوايتي الايفنينج والبرايدل كاتير، فحبيت اعمل حاجه برضو تكون تشد شويه وهي في الترند اصلا. كانت ساعتها في 2011 كانت فكره ان في ريسيرش على الانترنت على احلى 15 ورده في العالم، فاخدت 15 ورده دول وقعدت اذاكر الصور بتاعتهم عامله ازاي عشان اخد منهم وحي لكل فستان. فكانت طبعا الالوان بتاعتهم كانت مبهره جدا، الماتيريالز اللي خدتها ناعم قوي زي الورد، فلوي كده تحسي ان الموديل وهي ماشيه لابسه الدريس تحسي ان هو يعني خلاص، يعني شايفه سمال كمان، حاسه سمال كمان من كتر ما هو قد ايه دريمي. يعني كان الالوان بس انت كنت محتفظه يعني مديه الطابع بتاعها في الديزاين بتاعك، ولا كمان شكل الورق؟ لا لا شكل الورق طبعا، وقصات، وكنت عامله ورق شجر يعني زي الورقه بالظبط بتاعت الورده. كان في حتى ماتيريال لو مسكتيها تحسي انها زي احساس الورقه، ورقه الشجر يعني، او ورقه الورد النعومه بتاعتها يعني. فلا كنت مستخدمه صراحه حاجات كتير قوي غير الالوان بتاعت الورده، بحيث ان انت لو حد عارف الورده او لو ما بتشوفي صورتها بتشوفي قد ايه، أو ما هيشوف الديزاين قدامه هيحس انها موجوده. كان نفسي قوي ان يعني البنوتة لما تلبس فستان زي دوت تحس انها ورديه، يعني نفس الاحساس يعني. وعرضته في ابو ظبي، وكان التراك اللي ماشي عليه ران واي كانت اغنيه الورد جميل بتاعت ام كلثوم. قد ايه بقى الناس اتاثرت جدا بام كلثوم، طبعا يعني في الدول العربيه كمان بيحبوها قوي. ده بمناسبه الايكون بقى كمان الكولكشن اللي بعته ام كلثوم. بالظبط كده، استغليت انا النقطه دي شويه، لعبت على مشاعر الناس فيها. خدت بقى اللي بعدها ام كلثوم، كان طبعا مختلف خالص عن الكولكشن اللي قبله بتاع الورد، لان بتاع الورد كان خفيف ولايت قوي. كولكشن ام كلثوم كان تقيل جدا، كان تقيل كقماشات وكشغل كفكره، قديم كلاسيكي قوي، ما فيهوش الترند اللي هو بتاع الوانه شويه من الزمن اللي هو بتاع ام كلثوم، ما فيش اللي هي الالوان الفاقعه بتاعت اليومين دول والكلام ده. فكان تقيل كمان. فاكره ولا اخترت الماتيريال كمان تبقى قديمه؟ لا الماتيريال كمان كان بختار دانتلات وبطرزها بشكل معين، واللولي داخل معانا في حاجات كتير قوي. كان شكل بيديكي روح بتاع ام كلثوم في الديزاين. بالظبط، وكان معظمه برايدل كمان، لان هو من كتر تقل يعني انت السواريهات ما كانتش ان انت تلبسي كل تقل التطريز دوت قوي، فاشتغلت معظمه برايدل، اشتغلت تقريبا 7 فساتين افراح، وبقيه الكولكشن كان سواريهات.
والالوان بقى بتاعه ام كلثوم بقى الحفلات بتاعتها، لان انا حضرت ورحت المتحف بتاعها فشفت الوان فساتين على الطبيعه بقى. فلا كان صراحه يعني هو فرق في شخصيه الواحد كمان شويه، علمني ازاي اتعامل مع بشر كمان مختلفه غير اللي انا كنت متعوده ان انا اتعامل معاها. الناس استقبلت الكولكشن بتاع ام كلثوم دوت استقبال حلو، ولا حاسه ان الموديلات ديمو دي شويه عشان الالوان والماتيريال القديمه؟ هو ده حقيقه، ان الكلام ده كان 2012. انا بيجي لي اوردرات دلوقتي على الكولكشن بتاع ام كلثوم، كان شويه تقيل على السنه، شويه تقيل على فكره الناس. كان لسه الناس ما رجعتش قوي الكلاسيكيه دي، وكانوا حاسين ان هو فعلا الواحد لو لبسه هيحس ان هو كبير في السن. لا دلوقتي لو تلاقي حتى الموديل شغاله في بنات تلبس حاجات فساتين دانتلات سودا وبيربل غامق وكده، مش باللون ومش بالفكره، هي بالستايل بتاع اللي بيلبسها لايق عليه، ولا يعني بالشخصيه اللي لابسه، فاهمه قصدي؟ بس ف ندخل بقى الايكون المهمه بقى كليوباترا. كليوباترا بقاله معايا يعني رحله كانت طويله شويه، لان هو كان كولكشن اتقل شويه من اللي فاتوا كلهم. الفكره 6 يعني يونيو 2013 لما ابتديت اشتغل مع كريستال عصفور، عملنا زي كولابوريشن كده. انا رحت لهم واتكلمنا معاهم، ان حابه ان يبقى زي سوارفسكي ما بياخد ديزاينرز من امريكا وبيعمل لهم شوز وكده، ليه ما نعملش دوت مع كريستال عصفور يعني؟ وهو شركه كبيره جدا، يعني احنا هنا عارفين شويه ان هو اضاءات وحاجات نجف وكده، لا هو بره بيعمل جولري يعني معروف على مستوى العالم اكتر بكتير قوي ما معروف في مصر. فكانت المبادره ان احنا نبتدي مع كريستال عصفور لاين للديزاينرز، يعني ان يبقى طبعا انا ابتديت معاهم اول واحده، بس كنت في يعني حتى في الاتفاق بتاعنا احنا ان شاء الله يبقى في ديزاينرز كمان وييجوا معانا ونبقى تيم، ازن زي سوارفسكي بالظبط، ياخد تيم ويشغلوا ديزايننج يعني. فاتفقنا ان احنا نعمل فكره تسافر طبعا بره، هم بيعملوا معارض بره. التعاون اللي بينك وبين كريستال عصفور ده اتعملتيه ازاي؟ يعني كنت بتاخدي من الكريستالز بتاعتهم وتحطيها بالظبط؟ هو ده كان الاتفاق بالظبط، ان احنا هعمل انا كولكشن وهم هيسبورتوا بالكريستال، وونس اي حد فينا هيعرض دوت بره هيبقى اتس هيز كولكشن. يعني احنا دلوقتي احنا الاثنين زي سبونسرز للكولكشن دوت. وابتدينا الحمد لله بقطعتين سفرناهم هونج كونج، كريستال عصفور كان مشارك في معرض كبير قوي هناك وخدهم. والفكره طبعا احنا الاول قعدنا طبعا مباحثات على مين الشخصيه اللي بتبقى هي اساس الكولكشن، اتكلمنا بقى في حاجه فرعوني او حاجه من الوحي المصري يعني عشان تبقى بره ليها الترند المصري ده. لقينا كليوباترا اكتر حاجه مسمعه في العالم كله، يعني كل الناس عارفين كليوباترا، مش كل الناس مثلا عارفين نفرتيتي، اللي اقصد اقول العالم الخارجي يعني. فسافرنا بكليوباترا الفستانين لهونج كونج، قد ايه سمعوا جامد جدا هناك. هم مبدئيا الصينيين بيموتوا في الفراعنه. كمان سمعت ان لقينا حتى كذا حد من صرفتي كلموني انا شخصيا حلوه قوي الاكسسوارز اللي انت بتعمليها والحاجات اللي بتعمليها واشتغلي معانا وكده. بس انت بتعملي اكسسوارز كمان اللي بتضيفيها على الديزاين؟ لا يعني هو كان الكولكشن ده بالذات، الكولكشن بس كنا عاملينه كذا تاج، فكان عاجب الناس جدا. بعدها جينا بقى كملت الكولكشن، يعني احنا كنا عاملينه 20 قطعه، فطبعا وقت جبار يعني. حد ما سافرنا بقطعه واحده لنيويورك، راحت اتعرضت في معرض فني هناك، كان في فنون يعني لوحات وكان في ديزاينرز، اتعرضت ديت تقريبا مده يوم هناك ورجعت تاني. بعدها بقى قدمنا في مسابقه نطلع في باريس فاشن ويك، هي مسابقه للديزاينرز من حوالين العالم، يعني هم طبعا بيعملوا فلتريشن وبيشوفوا ايه اللي يتقدم. انتي باسمك ولا قدمتي باسمك وكريستال عصفور اللي هو سبارتن؟ لا احنا طبعا يعني احنا داخلين الفاشن شو، وات ايفر مين فينا اللي يروح مكان بيعرض الكولكشن باسمه، بس هو الكولكشن انا هناك وهو بيتعرض طبعا كان لازم يتقال ان هو سبونسرد باي كريستال عصفور، لان هو كل الكريستالز اللي فيه سبورتد باي عصفور يعني. اقصد ان المسابقه كانت بين ديزاينرز. بالظبط، هي ديزاينرز بس، واختاروا 13 ديزاينر يدخلوا المسابقه يسافروا باريس. احنا قبل ما نسافر باريس صورنا الكولكشن كله في سفاتيل كاتاراكت او الكاتاراكت في اسوان،
المكان هناك كان لايق قوي على الجو اللي هو تحسي سانس فرعوني، وفي نفس الوقت الوان الرومانيين، اللي هي اصلا حياه كليوباترا كانت متقسمه بين الاثنين. هي اصلا ما كانتش مصريه بس كانت ملكه مصريه، فهي ميكسد قوي ما بين الحتتين دول. قد ايه المكان ده، يعني احنا دورنا طبعا، التيم دور في كل مكان. طب ليه فكرتي انه يبقى في اسوان مش في اسكندريه مثلا؟ والله احنا الاول دورنا في القاهره وشفنا كذا مكان، في اماكن كتير طبعا تديكي الروح ده، يعني طبعا ما مش هنبعد عن الاهرامات وكلام، بس انا حسينا ان كليوباترا عايزه جو لا في بحر وفي صخور، في يعني في شويه اليمنتس كده تديكي الروح الرومانيه دي. اسكندريه للاسف ما سافرناش نتشاك يعني، بس واحنا بندور هنا اكتشفنا قلت كاتراكت اسوان عن طريق صفتي في القاهره، والتيم نصه راح سافر شاف المكان. طبعا مش قادره اقول لك يعني رهيب، وكمان جوه المكان والاوتيل نفسه. لا صراحه يعني احنا عندنا اول يوم ده لحد يعني مثلا بتاع 5 ساعات مش عارفين نبتدي منين، مش عارفين نصور انهي الاول. فقد ايه ساعدنا جدا المكان صراحه لحد دلوقتي، جرايم هم سبورتد جدا في كل المشوار بتاع كليوباترا كولكشن. بعدها طبعا سافرنا الحمد لله بباريس، و الجايزه بقى شعوري هو اولا ان انا اسافر باريس، دي كانت اول مره اروح بكولكشن، انا روحتها قبل كده صراحه، رايحه بلد اروح بقى بالفاشن، واروح كمان في اسبوع الموضه واحضر فاشن شوز ثانيه، وكمان وبعدين رايحه بقى، وانا رايحه لو ايه انا حد صغير بقى خالص بس وبتبتدي وكده. هناك الـ الاجواء مختلفه خالص، بيدوا تقدير جميل جدا للشغل الحلو، وبتسمعي كلام رائع يعني انا مش قادره انسى المحيط اللي كان موجودين، الناس اللي موجوده قد ايه. اولا انت برضو لما بتستخدمي حاجه من التراث المصري او بتدي طبعا طبع فظيع للناس، الناس بتنبهر. بس كمان شكروا قوي في الشغل، وشكروا قوي في قد ايه الواحد مستخدم اريف كريستلز بشكل محترم وكويس، وطبعا كان انا بالنسبه لي كنت مبسوطه كمان قوي ان انا بقول ان انا مستخدمه خامات مصريه وكريستال عصفور، ودي حاجه كانت بتضيف لي مش بس بالمصري. بالظبط. عرفت واحنا هناك بقى طبعا اخر اليوم ان احنا كسبنا الجائزه الثانيه. انا مش قادره اقول لك، ما كنتش متخيله ان انا ممكن اكسب في الجوائز الاولى الثلاثه، لان انت جاي معاكي ناس من باريس ديزاينرز، وفي ناس من امريكا، في ناس من بوليفيا، في ناس من فيتنام، ناس شاطره جدا يعني ما شاء الله. الواحد بيحب يقول حاجه حلوه يعني، انا شفت هناك مواهب حلوه جدا، فان انا اكسب يعني. حتى اللي كسب الجائزه الاولى انا كنت فرحانه له قوي يعني، ديزاينر كان شاطر، كان اسمه جالو، هو من بوليفيا، وكان عامل برضو هوت كتير ايفنينج ويرز، وشاطر ما شاء الله عليه يعني. حتى انت ديزاينر شاطر برضو، مش شرط هو بيكون بيرسم وينفذ، بس بيبقى عارف تكنيكس في الحاجه، لو حاجه منه عايز يظبطها قبل الشو بتلاقيه بيشتغل بايده. فهو الولد ده كان كده، فيعني حسيت ان قد ايه يستاهل يعني. كان مفاجاه بالنسبه لك المركز الثاني؟ جدا، مركز متقدم جدا بالنسبه لي. كان انا كنت مبسوطه جدا طبعا، ومبسوطه ان الكولكشن اللي قد ايه في ناس تعبت فيه يعني، انا مش لوحدي تعبانه فيه، انا بعتبر كريستال عصفور مشارك جزء كبير جدا من صفتي اللي تعبوا معانا جدا، في تيم التصوير اللي راح معانا سافر معانا اسوان بالستايلز بالميك اب ارتست بالهير دريسر، كل دول كانوا تعبانين فيه جدا. فالجائزه الثانيه مش ليا لوحدي خالص، بالعكس ده حتى صفاتيل يعني فرحين جدا من الكولكشن بتاعهم كسب، وقد ايه حاسين ان هم كوميتمنت للكولكشن. فطبعا راجع فرحانه وحاسه ان عملنا انجاز حلو. وبعدين كل شويه بيقولوا ديزاينر من دبي، بس ديزاينر المصريه اللي جايه من دبي، فكلمه المصري ده بتفرق يعني، تحسي انت عملتي ادب مصري، مثلتي مصر بالظبط، وديتي ايمج جديده تغير شويه من الصوره اللي اتنقلت الفتره اللي فاتت. بالظبط. احساس قد ايه تحسي انت عملتي حاجه، تحسي انت تعبك راح في مكان صح، في مسج حلوه يعني. ايه طموحاتك الفتره اللي جايه؟ والله انا احنا الفستان بتاعي راح نيويورك، واحد منهم، بس بطمح ان شاء الله امثل مصر بكولكشن كويس كبير هناك. ميلان ايطاليا لازم اروحها ان شاء الله برده في الخطه. باريس مش هبطل اروحها، لان الروح اللي شفتها هناك يعني الفتره اللي قعدتها هناك، الروح اللي رجعت بيها قد ايه انت راضيه جدا ومبسوطه قوي، وحاسه ان ناس فاليبل بتعرف تقدر حاجه حلوه، فانت قد ايه عايزه تبهريهم اكتر.
الايكون لسه اللي في دماغك نفسك تنفذيها بس لسه ما عملتهاش. لا خليها مفاجاه عشان هي بتاعت الكولكشن اللي جاي. يعني في فكره جديده فعلا. فكره جديده فعلا شغالين عليها دلوقتي ان شاء الله. خلاص هنستنى الكولكشن الجديد ان شاء الله بالتوفيق باذن الله.